اهلا بكم. الريال يستحق مدرب افضل من انشيلوتي من وجهة نظر شخصيه. الريال من غير فينيسيوس رودريجو ما بيقدرش يرفع الريتم مع عدم وجود نمط محدد في التلت الاخير للاختراق. ده بيخلي الريال ما عندوش قدره كبيره على خلق الفرص. الريال من غير كروس ما بيقدرش ينظم هجمه تحت الضغط. اوقات مودريتش بينزل علشان يطلع الفريق بارتجال فردي فقط، لكن الملعب مش واسع بالعرض، وهنا كتله فريقك بتبقى مضغوطه ومش عندك اوبشن نهائيا ان انت تعكس الملعب في المساحه على الاطراف. بيكون موجود في الملعب، عرض الملعب بيوسع والظهرين بيتقدموا على الخط، وكروس بيكون ثالث المدافعين. طب نستنتج ايه؟ مع مودريتش ده ما بيحصلش، وبدات اشك ان كروس هو اللي بينظم الحته دي في الملعب مش هيكل مدرب ولا حاجه. الريال يستحق من الاخر مدرب افضل من انشيلوتي. الكلام ده كله ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد، ملوش علاقه بالسيتي، لان السيتي افضل فريق في العالم من ناحية القدرات الفردية والجماعية كمان، وطريقة لعب السيتي أفضل من الريال. دمتم في أمان الله.